الو، سلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله سماحة الشيخ بشار. مرحبا، حياكم الله. استفسار ان تسمحون لنا. حياك الله سماحة الشيخ بشار. هل نادى الإمام علي الأمة للإيمان بإمامته؟ من معي أولا؟ نعم، من معي أولا؟ رامي عيسى. هل نادى الإمام علي سلام الله عليه الأمة للإيمان بإمامته؟ نادى رسول الله. نعم، لكن الإمام علي بقى، الإمام علي سلام، أنا أتنازل معك إن النبي نادى وما ناداش في حديث الغدير، وممكن أنا أتناقش فيه أنا وأنت، لكن سؤالي حتى لا نتشعب، نادى علي رضي الله عنه الأمة أن يؤمنوا بإمامته؟ علي. نعم. وقال عمر كما صحح ذلك الألباني. بخن بخن يا علي، أصبحت مولاي. يا علي أصبحت مولاي. من عارف ومولى كل مؤمن، والحديث السند ضعيف. وما معنى المولى هنا؟ ليس المعنى المولى أي الإمام المعصوم المنصب الذي يتحكم في جميع ذرات الكون الذي لولا لا ساخت الأرض، لكن أنا بقول لك هل سيدنا علي نادى الأمة أن يؤمنوا بإمامته؟ نعم أو لا، وانتهى الإشكال. حديث لا تغالط، لا تغالط. طيب من أنا لا أغالط، سؤالي بسيط جدا حتى يفهم السني والشيعي، هل سيدنا علي سلام الله عليه نادى الأمة قال آمنوا بإمامتي؟ نعم أو لو انتهى الإشكال يا شيخ بشار، تفضل. لا تملي عليك ما تريد. أيوة أنا لا أملي عليك، بس أنا أريد أن أبين للجميع أن شيخ الشيعة الأول في البحرين بشار عبد الهادي العالي لا يستطيع الإجابة، ولم يستطيع أن يثبت أن علي رضي الله عنه نادى الأمة بإمامته، وأنه أفضل من علي في دين الإمامية الإثنى عشرية لأنه ينادي الأمة بإمامة علي رضي الله عنه. فهل أنت أعلم من سيدي ومولاي علي رضي الله عنه؟ تفضل شيخ بشار. أنت متصل لك، أنا أتكلم أم أنت تتكلم؟ اتصلت لأن حضرتك وضع رقمك على موقعك الخاص من ضمن الأوقاف الجعفرية في البحرين، علشان حتى إذا سئلت تجيب، وأنا بسألك وأكرر السؤال للمرة العاشرة، هل علي رضي الله عنه نادى الأمة للإيمان بإمامته؟ قل لي نعم، وقف وقال أنا صاحب غدير خم، أنا صاحب أيدي الولاية، أنا الإمام المنصب المعصوب من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل النبي على هذه الأمة، فعل ذلك علي رضي الله عنه؟ أنا أتكلم. طيب يا شيخ بالراحة، أريد أن أتكلم. طيب. لماذا لا تعطيني مجال لكي أتكلم؟ والله أعطيتك مجال، إحنا في الدقيقة داخلين في الدقيقة الثالثة ولم تجب نعم أو لا، هتحتاج نصف ثانية مش ثلاث دقائق يا شيخ، اتفضل. عندك آداب حديث، مو تملي علي ما تريد. يا شيخ بالله عليكم، المظلوميات ديت خلاص فهمها عقلاء الشيعة المظلوميات دي، سمحت الشيخ أجبني بالله عليك نعم أم لا، اتفضل. قلت لك الله أراد إمامة علي وذكرها في القرآن. جميل، هات لي الدليل. الله ذكر إمامة علي. طيب خلاص أنا هتنزل معك، يبقى جميع السنة والشيعة يعلمون أن علي رضي الله عنه لم ينادي بإمامته، وبشار العالي أعلم من علي رضي الله عنه في دين الشيعة. تعال بقى، أين قال الله تبارك وتعالى علي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ اتفضل. نادى بإمامته، كيف نادي بإمامته؟ طيب اتفضل. الأمة لا تريد علي بن أبي طالب. طيب اتفضل، أين قال الله تبارك وتعالى علي هو الخليفة المنصب بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ اتفضل. علي ابن ابي طالب يا شيخ، فين الله بقى قال علي ابن ابي طالب على منابرهم؟ اي امه انت تتحدث عنها يا شيخ؟ شفت يا سمحت الشيخ بشار عبد الهادي العالي، وفي الاخر تقول دعني اتكلم. انتوا بتعملوا المظلوميات ديت على عوام الشعب المساكين، احنا بنسالكم لا تجيبون، من اجل ذلك تريدون التشعيب. انا تنزلت معك ان امامه علي في القران الكريم، هاتها لي يا شيخ. الله ذكر يعني امور في مساله الحيض ذكرت في القران، ومساله الامامه اللي هي افضل من النبوه عندك واهم اركان الاسلام عندك لم تذكر في القرآن، هتهلي بما أنك بتقول في القرآن، اتفضل. خلافة أبي بكر لم تذكر في القرآن. نعم، لأننا لم نقول أن أبو بكر إمام معصوم منصب من قبل الله، لولا لا سخط الأرض، إمامته ركن من أركان الإسلام، ما لم يؤمن بإمامة أبو بكر كافر مخلد في جهنم، لم نقل بهذا الكلام، لكن أنتم جعلتم إمامة علي رضي الله عنه وأبنائي من بعد ركن من أركان الإسلام، وقلت لي في القرآن، هات من القرآن يا سمحت الشيخ، اتفضل. أنا مجرد ما أنطق بحرف تبدأ تتكلم. ده اللي انتوا شاطرين فيه، دو 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 دو. هات لي يا سماحة الشيخ بشار إمامة علي رضي الله عنه من القرآن كما أنت قلت الآن، اتفضل. تعلم آداب الحديث، أنت تسأل ثم. شكرا، شكرا لك يا شيخ بشار، المهم تم تسجيل مكالمة، وعقلاء الشيعة هم الذين سيحكمون. شكرا لك شيخ بشار، شكرا. أنت إنسان فاشل ومذيع فاشل. شكرا شكرا شكرا، مش هرد عليك. بتطف كمان، بتطفل. إنسان فاشل ومذيع فاشل، تفوق. هذا شيخ الشيعة الأوحد عندهم في
في البحرين الشيخ بشار عبد الهادي العالي. الإجابة أنت مذيع فاشل وفلان فاشل، وأنا والله أنا أكلمه من بيتنا ليس من قناة أو شيء. الحكم لك أيها الشيعي العاقل، كيف تتبع أمثال هؤلاء يا شيعة البحرين؟ إني لكم من الناصحين، والله إني أريد لكم الخير، كيف تتبعون أمثال هؤلاء؟ كان معكم شيخ الشيعة الأول الذي كانوا يقولون لابد أن تتصل عليه المسمى بشار عبد الهادي العالي البحريني.